طيب اسمحي ننتقل للخبر اللي معانا بعد كده يا استاذ خالد. مشاهدي الخبر اللي معانا بعد كده، وزير الماليه التامين الصحي الشامل ايقونه الجمهوريه الجديده. قال وزير الماليه رئيس الهيئه العامه للتامين الصحي الشامل محمد معيد ان المشروع القومي لتطبيق نظام التامين الصحي الشامل يعد ايقونه الجمهوريه الجديده التي ارسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي ايمانا بان توفير رعايه صحيه شامله ومتكاملة لكل أفراد الأسرة يتصدر أولويات حقوق الإنسان في مصر. وأضاف ماضون في تنفيذ التكليف الرئاسي بضغط الجدول الزمني لمد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل محافظات خلال 10 سنوات بدلا من 15 عاما، مما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين ترتكز على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم. الحقيقة طبعا أستاذ خالد، يعني لما نيجي نتكلم عن موضوع الصحة عامة، طبعا يعني موضوع التأمين الصحي ده يعني كان ليه باع كبير جدا، وكنا يعني نفسنا ان هو يتحقق من زمان جدا، ولكن طبعا لكل يعني الوقت وقته. فحابين طبعا حياتي تتكلمنا عن هذا الموضوع. هو طبعا يعني بيشتمل على يعني هو من اسمه يعني التأمين الصحي الشامل، وناس كتير جدا بتبقى محتاجة لهذا الوضع، فحابين حياتي تتكلمنا عنه اكتر بتفاصيله. طبعا بالتأكيد كما حضرتك أشرت أنه يعني طموح وأمنيات وآمال كل الشعب المصري وأعتقد الشعوب كلها في توفير تأمين صحي جيد يعمل على تحقيق مطالب الناس في أهم شيء في حياتهم هي صحتهم. أعتقد أنه لا يوجد لدى الإنسان أكثر يعني أهمية صحة مهمة طبعا رغبة في أن تكون صحته مستمرة بشكل جيد وقادر على التعافي من الأمراض وقادر على أن يعني يجد يعني أدوات صحية تساعده في الكشف عن أمراض والمعالجة منها وإجراء العمليات الدقيقة، وخصوصا ونحن نظرا لتأثير البيئة بشكل كبير وتأثير يعني التجارب النووية والحروب النووية التي تمت في الماضي أصبح التأثير من البيئة أكثر تأثيرا على المواطنين سواء في مصر أو في غيرها من الدول. لكن خلينا نقول أنه مصر أخذت على عاتقها فكرة التأمين الصحي وكانت وضعت عمل التأمين الصحي في عهود سابقة، ولكن للأسف نتيجة لي يعني عدم إدارته بشكل جيد وقلة الإمكانيات مع الزيادة السكانية أعتقد أنه إلى حد كبير وإن كان أيضا يقدم خدمة ويقوم لكن ليس على المستوى المطلوب ولا تليق بكرامة إنسانية الإنسان المصري، إلى أن جاء فخامة الرئيس برضو في 2014 وبدأ التفكير في كيفية إنقاذ من هذا المزمن اللي هو التأمين الصحي وتم ضخ فكرة جديدة وهي فكرة التأمين الصحي الشامل. وأعتقد أنه الاستراتيجية اللي استطاعت الدولة المصرية والحكومة المصرية وقتها أن هي تضعها وتعمل على تنفيذها لتنفيذ هذا البرنامج التأمين الصحي الشامل كانت جيدة للغاية، وهي فكرة تنفيذه على مراحل وليس مرحلة واحدة، وأيضا من خلال تجهيز البنية التحتية الطبية الأول ثم إطلاق هذا البرنامج. ويمكن احنا لينا التجربة دي اللي تم إطلاقها مؤخرا في مدن القناة البورسعيد والإسماعيلية والسويس، أعتقد أنه دي كانت نواة جيدة للعمل على تطبيق التأمين الصحي الشامل على مستوى محافظات مصر، وكان قد اتخذ قرار حينما تم الإعلان عن هذا البرنامج أنه هيتم تنفيذه على مدار 15 سنة على مستوى 28 محافظة، ولكن تم ضغطه يعني. نتيجة أيضا للرغبة الملحة من فخامة الرئيس أنه يكون هناك برنامج صحي شامل للمواطنين، لأنه قطاع مهم للغاية ويعاني منه المواطن المصري، بدأ التفكير في أنه يتم عمل هذا البرنامج على مستوى الجمهورية في خلال 10 سنوات. وأنا يعني أتمنى أن أنا أربط ربطا بسيطا بين هذا النموذج والنموذج التعليمي.
يعني لو كنا فعلا احنا استطعنا ان احنا نضع استراتيجيه تطوير التعليم بنفس الاستراتيجيه اللي وضعت لبرنامج التامين الصحي الشامل، ما كنا الان نجلد سواء في الصحافه او في الاعلام او في البرلمان او في كل قطاعات الدوله او في الشارع او في البيوت، ما كنا قد جلدنا معالي وزير التربيه والتعليم وبدانا نتحدث عن ان النظام فاشل، رغم انه كل المؤشرات وكل الدراسات وكل الابحاث بتقول ان النظام التعليمي اللي بتقوم بيه مصر هيكون ناجح وجيد، إن شاء الله. لكن للاسف الشديد لم توضع له استراتيجيه في التنفيذ، وهي فكره ان يتم تنفيذ التعليم على مراحل وعلى محافظات وعلى قطاعات بعينها، ويتم اقامه البنيه التحتيه وتجهيز وتطوير البنيه التحتيه في المقام الاول، ثم تطبيق البرنامج الجديد للتربيه والتعليم. اعتقد ان احنا نتحدث عن قطاعين مهمين للغايه، هو قطاع الصحه وقطاع التعليم. واعتقد ان الدوله وفخامه الرئيس خلال المرحله المقبله ستكون هناك اولويه كبيره لهذين القطاعين من خلال الاستراتيجيه الموحده. يا رب ان شاء الله كده نرى الصحه والتعليم في افضل يعني حال يا رب ان شاء الله في فتره مقبله، ومع الجهود طبعا اللي مبذوله ويعني اللي احنا شايفينها كلنا، وان شاء الله في تقدم مستمر ان شاء الله.